السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان. هاد الفيديو كيف ما سبق لي وشرت في الفيديو اللي سبق انه تابع يعني تقريبا درس واحد، كاين الاختلاف. ما بغيتش نديرو في فيديو واحد لحقاش غادي يجي طويل بزاف. طريقة ديال تعمار القب، كاين الاختلاف ما بينه وبين الكمام، كيدوخ شوية، فتبعوا معايا، ركزوا، احتفظوا بالفيديو، راكم غادي تحتاجوه باش فقاش ما بغيتوا تلصقوا القب. كنهضر مع المبتدئات من طبيعه الحال، فوقاش ما احتاجيتوا تلصقوا القب، عفوا تعمروا القب، ترجعوا لهذا الفيديو. انا متيقنه انكم غادي تحتاجوه بزاف بزاف، واخا على بركه الله. كيف ما كتشوفوا الكمام، كما كنتوا شاهدتوا الفيديو، الكمام كنا عمرناهم، بدينا هنا درنا العمارة ديال الكابلي الاول، درناه هنا في القفة. دابا العكس، دابا غادي نعمر على وجه الثوب. واخا نتا على بركة الله تبعوا معايا، الله يعطيكم الستر. القب كيبغي الخدمة، تيبغي الخاطر، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. كيف ما العادة نفس الطريقة، هنا فين كاين الاختلاف هو هاد النقطة ديال وجه التوب بالنسبة للخدمة. لحقاش إلا مشيت حتى عمرت من هنا، راه فاش غادي يلصق القب غادي يجي أعوج. متافقين؟ وكنقلب دائما، خاصني خدمه تكون مدفونه، غندير بحال هكا وتنجيب السفيفه، نشوفوا القب عاوتاني شحال كياخذ لينا ديال الوقت. القب بزاف ديال الاخوات تيوحلو فيه، تيخدمو بياسه كامله وتيجيو لعندي تبيعها. فك مريم ورينا القب، فلهذا بغيت ندير له توا حصه ديالتو خاصه باش ان شاء الله تعلمو ليه. هو في الخدمه راه عادي، العماره ديالو طريقه يعني اننا نخدموه على قفاه هي اللي شويه كتطوق. هتقولوا لي يا مريم راه نفس الطريقه نتاع الكمام، كاين الاختلاف غير في القلبه زعما نتاع الثوب. لا، مازال باغيه نوريكم العماره الحقيقيه ديالتو انتما، انا نوريها لكم، غير صبروا. بغيت نخدموا معكم الصراحه من الاول حتى الاخر. المقص هو حفا، دابا هنا بعد ما تنعمر، انتوما ركزوا معايا شنو غادي ندير. هاك كنشد هاد لودينات بحال هكا وكندير بحال هكا، شفتوا، وكنحطو بحال هكا، كندير هكا وهكا، وغادي نخيط دابا.
شتو علاش تنيتو؟ ها هو دابا الوجه غادي يبقى ليا لداخل، عفوا القفا ها هو لداخل والوجه ها هو على برا. هادي هادشي هو اللي بغينا حنايا. فإلا مشيتو تعمرتو هذا من هاد الجهه غادي يجيكم مقلوب. فركزوا في هاد النقطه مزيان هنا لا ريتمو، وكنخيط كنخلي واحد قياس 8 سنتيم لتحت اولا 10، كنتني بحال هكا، كندير واحد الكرانه صغيره بحال هكا باش هاد الشيء هذا غادي نقلبو لداخل هكا. دابا عاد غادي ندوز نوريكم كيفاش غادي تعمر. هانتوما دابا هذا هو القب، ها شتو هانتوما. دابا غادي نجي لهنا من هاد النقطه عاوتاني في هاد اللودينات هادو هنا، وغادي نبدا الخدمه ديالي. غادي نكحز واحد سنتيم بحال هكا وغادي نبدا كنوصل لهنا هكا وتنحبس وتندير هكا وكنمشي. كنوصل هاد الملاقيه اللي لقينا فيها القف وكندور هكا كنولي عاوتاني ندور هكا. هاد العمليه هادي دابا اللي تندير هي اللي كتجيب لينا القب فيني مزيان، فاش كيركب في الجلابه تيجي فيني. تندور عاوتاني ملي كيبقى لي غير واحد سنتيم تندور بحال هكا، تنخرج بحال هكا. هنا كندير واحد الكرانه بحال هكا حتى كنوصلها حتى للثوب حتى للكابلي، وهنا كذلك بحال هكا. ودابا غادي ندوز لهنايا هانتوما، غندير بحال هكا وغادي نمشي بالكابلي في جناب هذا. هانتوما شوفوا هنا عاوتاني، ها هو هنا عاوتاني هنا هانتوما خليت هاد شويه هذا بحال هكا، وهنا جيت ولصقتهم مع بعضياتهم. أنا ساليت القب، شتو ها هو القب ديالي. ماشي حد هنا كيتسالى بالنسبة نركبوه في الجلابة، تندورو بحال هكا وكان فيني هادشي هذا هكا. كاملة تندور عليها بحال هكا. باش هادشي هذا ملي كنجي نركبها على الجلابه ما كيجينيش خارج، كتكون مفينيه. يعني هذا كيتسمى التحداق ديال القب. التحداق فيه جوج ديال المراحل، فيها التحديقه هذه وكاينه التحداق في بالنسبه عاوتاني فاش كيجي يلصق في القب، عاوتاني كنحدقوا الجهه اللي كيلصق عليها يعني الكول.
ها هو دابا خاصو غير يلصق لينا على الجلابة. خوتي خواتاتي حد هنا غادي تكون الحصة متاعتي سالات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتعرفتوا على الطريقة كيفاش تعمروا القب، كيفاش تفينيوه مزيان. تهلاو ليا فراسكم. قبل كنشد هنا وكندير لاريتمو مزيان باش هاد السفيفة هادي ما كتبقاش تفسخ ليا، هاد النقطة هادي نسيتها. المهم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، ما تنساوش جيم، ديروا اشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. تهلاو فراسكم، باي باي.